كدير الحاج جلال؟ بخير صحيح مزيان كداس العمليه مزيان بخير على خير نتوما فرحانين ناشطين الله يهديك هذا الحاج جلال تبارك الله الجماعي هو صاحب هذا الخير تبارك الله وكان اليوم يعني كنت حاضر من الصباح من الصباح انا ياك اي شحال جبتوا اربعه السوبيرات اربعه سوبر انتم راضين على النتيجه ايوا النتيجه داكشي اللي جاب لنا الله داكشي اللي جاب الله هو اللي كاين والعام الجاي ان شاء الله غيكون الخير عاوتاني والله يطول لك في العمر السي الحاج جلالي وتحيه للجماعي كاملين والله يكثر خيركم وهذه هذا هو المبتغى ديال هادشي هو نشوفوا هاد الناس وهاد الوجوه الجميله وتحياتي لك الحاج البوردو وريهم البوردو وريهم وريهم البوردو راه اللي قرب ياكل العصا اللي قرب ياكل العصا تحياتي لك اخويا تحياتي لك الحاج صباح الخير صباح الخير خويا كي صباح شي مزيان الحمد لله ما نعش اسامي شويه برك شويه حلقتو بدات عمليه صبت الشتا عندنا بزاف ان شاء الله صبت الشتا ياك جيلاني اهلا اهلا جيلاني بخير كتشوفوا واه الماء عندنا مزيان صحيح طاح الرعد البارح اسامي طاح شويه برك ياك جينا كنا بانت لنا الطريق ماشي بحال البارح شويه اه اليوم طاح طاح الشتا بزاف حاوليه طبعت مزيان طبعت مزيان كلشي داز سوبر منا وحده من 107 تبارك الله تبارك الله انتم اخوتي عبد المجيد بدات عمليه دابا غدات عمليه الطبع وغنواكبوها دقه بدقه حنا جينا خصيصا باش نتابعوا السي عبد المجيد الجماع والله يدير الخير اخويا عبد المجيد سير اللجنه ديال الله نوق قائمه بالواجب كما كتشوفوا كي البارح كي اليوم مجندون تبارك الله الجمعيه ديال لانوك التقنيين الله يعطيهم الصحه ها انتم العمليه كتم على جوج ديال المراحل العبارات في الخانه الاولى عاد الفينيسيون في الخانه الثانيه كتشوفوا تبارك الله تبارك الله حاولي مليح تبارك الله كيعاني مع الفحال تبارك الله انا كيبان لك العمل الصحه الله يعطيهم الصحه الناس قايمين بالواجب كما كتشوفوا السي الجماعي عبد المجيد راه سبحان الله ديال المرحله الحاسمه اللي كيضرب عليها الكساب شحال من النهار وشحال من الشهر ونتمنوا ان شاء الله الخير انتم تبارك الله اللهم بارك الحوليه كما سمعتوا دازت كامله الا وحده اللي تروشتات ها انتم العبارات مباشره العبار سيدي لي عبر 29 25 بقى شادو محمد هذا كيعبر الطول قدر تسعين كما شفتوا معايا الطريقة ديال العبار مباشرة هادشي كيكون في ليفيج دي غونسينيومون بالنسبة للحولة هنا كتجي الفينيسيون تلقيط ديال التقنيين اللي كيكونوا ثلاثة ديال التقنيين مختصين في إعطاء الرأي ديالهم تبارك الله تبارك الله توازيام دو دونك يعني جوج سنات يعني اثنين إذن كما سمعتوا خوتي تساقطت الأمطار البارح بكثرة الحمد لله دابا يعني مفارج الحال ولكن كما كتشوفوا كاين الغيس ورغم ذلك يعني الناس حاضرين تبارك الله هانتوما كما كتشوفوا اليد العاملة قايمة بالواجب
يعني جل التفاصيل كيقلبوها التقنيين باش ما يكونش العيب وباش يكون الاختيار يعني مناسب. وما بارك بروميير بروميير كذلك إذا الحوالة صعيب باش يخرجوهم مع كاين الغيس كاين زلالاك، ورغم ذلك يعني الناس كتضرب تمارة باش وصلوا للحل. اللهم بارك سعد المجيد يعني كيعطي التعليمات ديالو حاضر كذلك بقوة حول ملكية. اللهم بارك تبارك الله ما شاء الله. ها انتم اخوتي مليح تبارك الله. تبارك الله قول تبارك الله. اللهم بارك حل زين تبارك الله. دا التمحيص والتفحيص ديال التقنيين ديال لجنه لانوك يعني ديطاي كما كتشوفوا مباشره تبارك الله فحل على خير. نتمنوا الخير للاخ المجيد اللي ضرب تماره تبارك الله باش توصلوا هذا المنتوج. شوف يد العامله تبارك الله في ترقم مستمر ترقم مستمر. نتمنى الله الخير نتمنى الله الخير نتمنى الله الخير. وي تبارك الله سوبر هذا ياك سعد. اذا اول واحد لا ثالث اذا ثالث سوبر عاد سعد مجيد. كي جاتك النتيجه حتى الان غادي مزيان؟ الحمد لله ياك خويا مجيد الحمد لله. يعني الكساب جد راضي بالتقنيين وراضي بالمسؤولين ديال لانوك. نتمنوا ان شاء الله الخير. مازال بحالو كيطبعوا؟ لا مازال. هذا هما الكسابة يعني كيكونوا عندهم يعني ثقة في النفس وعندهم يعني ارتياح وهما جد راضين على النتائج حد الآن. نتمنى الله الخير. ثلاثة الفحول سوبر حد الآن شي كاين بروميير. تبارك الله يد شريفه عفيفه ديال هذا الاخ. اسم ديالو هذا سعد مجيد ياسين السياسي الجماعي الاخ ديال عبد المجيد. الشده تبارك الله مليحه. نتمنوا ان اليد ديالو تكون فيها الخير على سعد مجيد وعلى عائله عبد المجيد كامله اللي كترقب. كما العاده راه هذا الشيء كاين للبيع. هذا داز بروميير تبارك الله تبارك الله. تحيه كما كنقول لكم مره اخرى للتقنيين ديال لانوك اللي رغم الظروف يعني تساقط الامطار الا انهم حاضرين كيعطيو يعني التنقيط ديالهم بعين تقنيه رائعه.
نشوف سبحان الله يعني. هذا ولا في هذا؟ تبارك الله. اخ عبد المجيد كي دازت العمليه ديال الوشم اخويا عبد المجيد؟ الحمد لله كلشي مزيان كلشي هو هذاك. شحال النتيجه ديالكم اللي دازت؟ اربعه سوبر و 30 كلها بروميير. كلها بروميير. يعني انتم راضين على النتيجه العام؟ راضي الحمد لله. اللجنه التقنيه كانت يعني كلشي مستوى كلشي مزيان كلشي الحمد لله هو هذاك. والطموح ديالكم العام الجاي ان شاء الله اخويا؟ ان شاء الله باذن الله تكونوا في المستوى عاوتاني. المستوى اكثر من هذا الشيء ان شاء الله باذن الله. تحياتي لك اخويا وتحياتي على الشده اللي شديتي كانت قاصحه. الحمد لله. شي كلمه لحولي السردي بن مسكين، عشاق حولي السردي ديال بن مسكين راه خارج من عندنا من هاد البلاد وحنا مولعين به وكابرين معاه وكل شيء فيه وغادي معانا وكل شيء الحمد لله. وتحيه لك. هذه هي الروح الرياضيه. شوفوا خويا يعني كيفاش فرحان بالنتيجه ديالو ونتمنوا للاخوان الجماعي كاملين وجلالي الخير وجميع الكسابه وكل شيء ان شاء الله. الحمد لله امطار خير صبات انا البارح الحمد لله كل شيء الحمد لله. تحياتي لك الحبيب. تحياتي.